ملح. كان في دواء مشهور قوي تلاقيك انت سمعت عنه اللي اسمه مينوكسيديل. المينوكسيديل ده حضرتك كان اساسا بيستعمل الضغط، ياخد الدواء عشان لقوا الستات طلع لها شعر في دقن. قال لك الله حلو قوي، يعني الدواء بنديه نزل الضغط راح مطلع شعر، طب ما نديه للرجاله يشيل الصلع. وده اللي بيحصل دلوقتي. وللستات بيعملوا سبراي دلوقتي. بالظبط. لا في سبراي وفي منه كل حاجه. قال لي حتى لو الدقن خفيفه بنحطه على الدقن برضه. انت لو حطيته على ايدك كذا مره يزود الشعر. واخد بال حضرتك؟